اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم خاصك تعرف. اليوم في هذا الفيديو سنتحدث عن فوائد صحيه لزيت كبد الحوت والسردين. السردين مفيد لصحتك ومصدر رائع للاوميغا 3 وكذلك كبد الحوت. يجب عليك تناول كلتا الاطعمه لان لكل منهما قوتها الخاصه. يحتوي كبد الحوت والسردين على احماض دهنيه الاوميغا 3 اللي كيساعد في تقليل الالتهاب وكيحسن وظائف الدماغ والاعصاب والقلب. السردين كيحتوي على 0.9 الى 2 غرام من الاحماض الدهنيه الاوميغا 3 في كل وجبه، بينما يحتوي زيت كبد الحوت على 9 الى 11 غرام في الوجبه. وما نساوش ان زيت كبد الحوت يتوفر على اعلى نسبه من فيتامين دي. يحتوي السردين وزيت كبد الحوت على الفيتامين أ في شكله الناشط الريتينول. فيتامين أ يدعم الرؤية والرؤية ليلا والأغشية المخاطية الداخلية لفمك وحلقك وجيوبك الأنفية ورئتيك، كما أنه مهم لغدتك الدرقية. لا يتفوق زيت كبد الحوت على السردين في جميع الجوانب. السردين هو مصدر أفضل للبروتين. خاصك تعرف أن زيت كبد الحوت والسردين يعتبر مصدر غني بالفولات والفوسفور والفيتامين بي12. عند مقارنة السردين بالسلمون تحتوي كلتا الأسماك على فيتامين بي، ولكن السردين هو أفضل مصدر للكالسيوم والفوسفور السيلينيوم والحديد. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل نلقاكم في حلقة جديدة ومع معلومات جديدة. إلى اللقاء.